المشروعات والبناء والتعمير والتنمية البوابة الرئيسية لنهضة مصر وعبورها نحو المستقبل. من هذا المنطلق وضعت القيادة المصرية خطة للمضي قدما على درب التقدم بما لها من دور محوري وفاعل في قيادة قاطرة النمو، من خلال رؤية واضحة تتيح لها الاختيار بين مجموعة من البدائل المتاحة ثم تنفيذ سياساتها في الوقت المناسب مع المتابعة المستمرة للإنجازات المتحققة والإعلاء من قيمة الاعتماد على الذات. خير ما نستهل به حفلنا آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. الرقابة الإدارية هي الوسيلة التي تستطيع بها السلطات الإدارية معرفة كيفية سير العمل داخل المنشأة، وذلك للتأكد من حسن سير العمل لتحقيق الأهداف وكشف الأخطاء أو التقصير والانحراف، والعمل على إصلاحه ووضع الإجراءات الوقائية اللازمة للقضاء على أسبابه والتحقق من الاستخدام الأمثل للموارد، إضافة إلى المهمة التي أسندت إليها بناء على تكليفات من السيد الرئيس لمراجعة المشروعات القومية للتأكد من سلامة الإجراءات المالية والفنية ولبيان نسب التنفيذ. كلمة الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. سيادة الرئيس، السادة الحضور، وسط تحديات جسام تواجهها الأمة ومصاعب إقليمية ودولية تعاني منها دول المنطقة والعالم أجمع والتي باتت واضحة للعيان،
كنت سيادة الرئيس الأكثر إصرارا وعزما على قيادة سفينة الوطن بحكمة وروية لتحقيق الاستقرار والأمن في ربع البلاد، ترغب في إصلاح حقيقي يؤسس لدولة قوية تتكئ على سواعد شبابها وأبنائها من المصريين، دولة اجتمع مواطنوها على كلمة سواء يحققوا نهضة حقيقية شاملة لهم ولأبنائهم من بعدهم. ولله نشهد سيادة الرئيس أنك لم تهنأ يوما إلا وقد حققت للمصريين طموحهم وآملهم، محاولاتك مضنية وجهودك حثيثة للتغلب على سلبيات الماضي، تأسيس بنيان جديد قوي صلب مشرق هو هدفك لتحقيق انطلاقة طال انتظارها ونمو حقيقي ترغبه أجيال المصريين. سيادة الرئيس، السادة الحضور، إن ما حدث خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة هو تغيير إيجابي على كافة الأصعدة وعلى أي مقياس إقليمي ودولي. إن المساعي الدؤوبة لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة لنهو المشروعات المستهدفة وفقا للمعايير المحددة تضمن أساسا راسخا لدولة قوية سنواصل البناء عليها. وتأكيدا على عزم الدولة لتنفيذ التزاماتها، أتشرف اليوم بعرض تعليق اللجنة المشتركة على تنفيذ جانب من المشروعات القومية في عدد من المجالات. بداية سنعرض على حضراتكم أهم الإجراءات التنفيذية للجنة المشتركة من الرقابة الإدارية والقوات المسلحة الصادر بها تكليف السيد رئيس الجمهورية في 7/2/2016. 1. تم تشكيل عدد 198 لجنة فرعية ضمت 332 عضوا من هيئة الرقابة الإدارية و468 ضابط مهندس من القوات المسلحة من كافة التخصصات بإجمالي 800 عضو. 2. أجرت اللجان زيارات ميدانية وتفقدت وراجعت مواقع المشروعات في جميع محافظات الجمهورية بمتوسط 10 ساعات يوميا ولمدة 318 يوم عمل بإجمالي 81,000 ساعة عمل. بلغت أعداد المشروعات التي راجعتها اللجنة 2542 مشروع. هذا وقد تم التنسيق والمتابعة والتأكيد وتم اتخاذ الإجراءات الآتية: 1. تأكيد وضبط الجودة قبل وأثناء التنفيذ بكافة المشروعات، إسكان، مياه شرب، طرق، كباري، بإجراء اختبارات معملية وميدانية وفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية. 2. صرف تعويضات نزع الملكية للمستحقين قبل وأثناء تنفيذ مشروعات الطرق التي تم تغطيتها بالخدمات الأساسية، شبكات محمول، خدمات أمنية، نقاط إسعاف، محطات خدمة. 3. تركيب عدادات المرافق من الكهرباء والمياه وتوفير الخدمات للوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي وإسكان دار مصر. 4. شراء وسائل نقل جماعي لخدمة المشروعات السكنية بالمدن العمرانية الجديدة، حيث تم طرح مناقصة توريد أتوبيسات للعمل بمشروعات الإسكان بالمدن السكنية الجديدة، وسيتم الترسية خلال شهر مع تأجير وسائل نقل مؤقتا لحين إتمام التوريد، حيث تم تغطية باقي المشروعات داخل المحافظات من خلال القطاع الخاص ومشروعات النقل العام بكل محافظة. 5. في هذا السياق أؤكد أن اللجنة ساهمت في إزالة العديد من المعوقات والسلبيات التي كانت تعترض استكمال بعض المشروعات، وعلى سبيل المثال استكمال كوادر بشرية، أجهزة في مستشفيات ومدارس، نهو أعمال المرافق وتركيب العدادات للوحدات السكنية بالمحافظات، تشكيل لجان فرعية للمراجعة وتصويب الإجراءات
فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده من مخالفات أو جرائم. الفقرة الثانية هنعطي نبذة عن أبرز المشروعات التي وافقت عليها اللجنة خلال فترة عملها من 7/2/2016 وحتى تاريخه. في مجال الكهرباء، اللجنة وافقت على 12 محطة توليد كهرباء لزيادة القدرة الإجمالية بحوالي 14,000 ميجا وات، تمثل نسبة حوالي 40% من الطاقة الإنتاجية المتاحة حاليا. أبرز تلك المحطات محطة شمال الجيزة، محطة العين السخنة، محطة 6 أكتوبر. أبرز مشروعات اللي اللجنة شافتها في مجال الإسكان، في 245,000 وحدة سكنية من خطة تنفيذ الإسكان الاجتماعي على مستوى الدولة. وهنا يلزم التنويه عن الآتي: ارتفاع معدل التنفيذ السنوي للوحدات من 48,000 وحدة سكنية خلال الفترة قبل عام 2014 إلى 81,000 وحدة سكنية سنويا خلال الفترة الحالية، بنسبة زيادة 168%. كما تجدر الإشارة إلى زيادة مسطح الوحدات المنفذة حاليا إلى 90 متر مربع بعد أن كانت 63 متر مربع سابقا، لتوفير سكن لائق للأسرة المصرية تنفيذا لتوجيهات سيادتكم. أيضا أشرفت اللجنة على 236 مشروع شبكات ومحطات إنتاج مياه شرب، لإضافة أكثر من 7.2 مليون متر مكعب من المياه بتكلفة 32 مليار جنيه. المشروعات المية دي بتمثل 28% من إجمالي مياه الشرب المنتجة خلال 30 عام. أبرز تلك المحطات كانت محطة العاشر من رمضان، محطة إسنا بالأقصر، محطة جبل شيشة بأسوان. اللجنة أيضا شافت 90 مشروع لمعالجة الصرف الصحي، منها 5 محطات معالجة ثلاثية. أيضا تنفيذ شبكات ومحطات رفع لتوصيل الخدمة لعدد 498 قرية، لإضافة 2.6 مليون متر مكعب يوم، تمثل 14% من إجمالي طاقة المعالجة في مصر. أبرز تلك المحطات محطة صرف صحي إسنا، محطة صرف صحي كيما 1 و2، محطة صرف صحي ساحل سليم بأسيوط. أبرز المشروعات اللي شافتها اللجنة في مجال الطرق، مشروعات إنشاء وتطوير طرق وكباري وأنفاق بحوالي 1300 كيلو بتكلفة 22.5 مليار جنيه، بنسبة 100% من المرحلة الأولى للمشروع القومي للطرق، وبما يمثل 48% من إجمالي المستهدف والمتوقع نهوه في يونيو 2018. في مشروعات تطوير محطات وعربات مترو الأنفاق والسكك الحديدية بتكلفة حوالي 5 مليار جنيه. في مجال التموين، إنشاء شوان جديدة وصوامع جديدة لتقليل نسب الفاقد موزعة على 16 محافظة بتكلفة 15 مليار جنيه، بهدف زيادة السعة التخزينية تصل لحوالي 4 مليون طن قمح، بزيادة 166% عما هو كان موجود. في مجال الرعاية الصحية، أشرفت اللجنة على إنشاء عدد 27 مستشفى عام ومركزي وتخصصي تابعة لوزارة الصحة بتكلفة 2.6 مليار جنيه، تمثل 77% من إجمالي 35 مستشفى جاري تنفيذها مخطط نهوها في يونيو 2018، أبرزها مستشفى أسوان العام، مستشفى أرمنت الأقصر، مستشفى معهد القلب. في مجال الصناعة والتجارة، مشروعات صناعية تكلفت 6.7 مليار جنيه، أهمها تدشين المرحلة الأولى من مدينة الأساس بدمياط والمنفذة بنسبة 40% مخطط نهوها في أغسطس 2018 إن شاء الله. أيضا في عدد 2 خط إنتاج بمصنع أسمنت العريش تمثل 100% من الخطوط المستهدف تنفيذها. الجزء الثالث من حديثي المشروعات المقرر افتتاحها اليوم.
من المقرر افتتاح 7 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 6.4 مليار جنيه كالآتي. أولا مشروعات الطرق، في طبعا مشروع الهام جدا اللي هو الناس كلها منتظرة افتتاحه منذ فترة طويلة واللي هي فعلا بدأت استخدامه، اللي هو مشروع محور شبرا بنها الحر بطول 40 كيلو. طبعا التفاصيل هيقولها السيد وزير النقل. هو المحور شبرا يهدف الى ربط القاهرة الكبرى بوسط الدلتا من خلال الطرق الرئيسية زي الدائري الاقليمي والدائري. الطريق نفذته 3 شركات قطاع خاص و2 شركات قطاع اعمال. اشرفت عليه الهيئة العامة للطرق، اتكلف حوالي 3.4 مليار جنيه. فترة التنفيذ كانت 27 شهر، منها 9 شهور لنهو اجراءات نزع الملكية. طبعا قدروا حجم السيارات اللي بتمشي يوميا على هذا المحور بحوالي 60,000 سيارة. هيحقق وفرة زمن الرحلة لتكون 25 دقيقة بدل من 90 دقيقة، ولنا أن نتخيل المردود الهائل اقتصاديا ومروريا من جراء تنفيذ هذا المشروع. المشروع الثاني مشروع في الطرق، مشروع كوبري محور الفنجري الجنوبي، تم تنفيذه بمعرفة احدى شركات القطاع الخاص، تكلفة حوالي 306 مليون جنيه. يهدف لتحقيق سيولة مرورية بين شرق القاهرة وغربها، يتكون من 1487 متر وعرض 23 متر بحمولة 120 طن. الكوبري الثالث كوبري، في فاضل 2 كوبري، كوبري بيؤدي الى مطار العاصمة الإدارية الجديدة، وكوبري بيؤدي الى مطار سفنكس في غرب القاهرة بمدينة أكتوبر. مشروعات الإسكان اللي هنفتحها النهاردة إن شاء الله، مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، هما 1240 وحدة، تكلفوا 165 مليون جنيه. الشيء الإيجابي أيضا في هذا الموضوع أن تم تخصيص 825 وحدة للساكنين والمواطنين من 1240 وحدة، وتم توصيل كافة العدادات الخاصة بالمرافق، والغاز جاري توصيله خلال 3 شهور بمعرفة شركة سينا غاز وموجب بروتوكول مع جهاز مدينة العاشر من رمضان. في أيضا في مشروعات الإسكان مشروع دار مصر ب 6 أكتوبر، الهيئة الهندسية قوات مسلحة 960 وحدة. تم تسليم 265 وحدة من هذا العدد، وجاري إتمام إجراءات التعاقد وتسليم باقي الوحدات. تم توصيل الشبكات والصواعد الرئيسية للغاز الطبيعي لهذه العمارات السكنية. عندنا محطة مياه مدينة القاهرة الجديدة، تنفيذ إحدى شركات القطاع الخاص بطاقة 500,000 متر مكعب يوم بتكلفة 2 مليار جنيه، تمثل 25% من إجمالي المخطط تنفيذه وفقا للتوسعات المستقبلية ونسب الإشغال. المحطة دي تم تشغيلها وضخ المياه إلى الخطوط الرئيسية بالمدينة بعد تحليل عينات المياه الناتجة من المحطة واعتمادها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب والتأكد من كفاءة الإنتاج. ختاما، إن كرامة وحق كل مواطن مصري في قلب وعين القيادة السياسية، وقوفنا اليوم يجسد صدق ذلك لتنهض مصرنا الحبيبة تتنسم هواء نقيا في كافة المجالات. هدفنا أن يحصل المواطن المصري على حقه من الخدمات بالجودة المطلوبة دون إبطاء، يعمل المستثمر في مناخ جيد يضمن تنمية استثماراته بسهولة ويسر دون أعباء. نعمل سويا كشركاء من أجل الوطن لتحقيق مصلحة مصرنا الحبيبة. ما نجحنا معا في تحقيقه حتى الآن يمهد الطريق نحو المستقبل. بدأنا طريقا سنكمله حتى نهايته،
ولن نرضى على النجاح بديلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. شكرا. مما لا شك فيه أن أي طفرة تنموية لا تجيء من تلقاء ذاتها، بل عبر عمل جاد ومحاولات لتجاوز العقبات وتنمية الموارد البشرية واكتساب المهارات، وذلك في محاولة لتحفيز التصنيع بغرض التصدير. نحن الآن في واحدة من أوائل المناطق الاستثمارية في مصر، وهي الأولى في مدينة العاشر من رمضان، وتوفر لمستثمريها بيئة استثمارية خالية من البيروقراطية ومجلسا حكومي تنظيمي يسهل جميع الأنشطة المتعلقة بالتراخيص، خدمة للعملاء المحليين والدوليين والذين سيبدأون في تشغيل مصانعهم في الفترة المقبلة. كلمة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قاضي الأعلى للقوات المسلحة، السادة الحضور، اسمح لي سيادة الرئيس أن أرحب بسادتكم في مدينة العاشر من رمضان، إحدى قلاع الصناعة المصرية التي تمثل نموذجا يحتذى به للمدن الصناعية. فالصناعة تعد أحد الركائز تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، بأن تصبح مصر من أكبر 30 اقتصاد في العالم بحلول 2030، وذلك من خلال إرساء وأسس دعائم وأسس التنمية المستدامة لخلق اقتصاد قائم على المعرفة وقادر على المنافسة. ولتحقيق هذه الرؤية تعمل وزارة التجارة والصناعة على الوصول بمعدل الناتج الصناعي إلى 8% وزيادة مساهمة الانتاج الصناعي من إجمالي الدخل القومي لمصر إلى 21% بحلول 2020. وسوف يتم ذلك من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. ومن المستهدف أن ينتج ذلك عن خفض في عجز الميزان التجاري بنسبة 50% وخلق فرص عمل لا تقل عن 3 مليون فرصة عمل بحلول 2020. ولتحقيق ذلك كان لابد من العمل على دعم كافة عناصر الإنتاج، بدءا من توفير الأراضي والمناطق الصناعية المؤهلة والتوسع في المجمعات الصناعية المتخصصة وطرح المصانع الجاهزة بتراخيصها لصناعة لصغار المصنعين، حيث نستهدف توفير 60 مليون متر مربع أراضي صناعية وإنشاء 22 مجمع صناعي بحلول 2020، وكذلك إعداد وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي بما يتوافق مع احتياجات السوق المحلي والدولي. وامتد ذلك إلى توفير التمويل اللازم في إطار مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعدلات فائدة متناقصة للإقراض 5-7%. والاستغلال هذه البنية التحتية كان لابد من العمل على تهيئة مناخ الأعمال من خلال سن تشريعات داعمة للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية. ولتحقيق هذه الخطة الطموحة عملت الوزارة يدا بيد مع ممثلي القطاع الخاص والبرلمان كشريك رئيسي في التنمية المنشودة على توفير البيئة التشريعية والبنية التحتية الداعمة. فبالنسبة للأراضي فقد طرحت الوزارة حتى حينه حوالي 28.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية، منهم 2 مليون متر مربع تم طرحهم بالمجان في الصعيد للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر استوعبت 567 مشروع. وإيمانا بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ كافة مستهدفات التنمية، تم الاستعانة بالمطورين الصناعيين المتخصصين من القطاع الخاص الذين أثبتوا الجدية لتطوير بعض المناطق الصناعية لما لهم من خبرة
في بناء وتطوير وإدارة المناطق الصناعية وكذلك جلب الاستثمار الخارجي. فقد قام القطاع الخاص تاريخيا بتأهيل وتجهيز 12 منطقة صناعية وخدمية بمساحة 15 مليون متر مربع بإجمالي 983 مصنع و168 منشأة خدمية، والتي نتشرف بوجود سيادتكم في واحدة من هذه المناطق. واسمح لي يا فندم أوري سيادتك فيديو قصير يبين المنطقة اللي احنا موجودين فيها الصناعية وإضافتها للصناعة وربطها بالبنية التحتية. في إطار رؤية وطن وشعب وقيادة، تم التخطيط لمصر المستقبل، مصر 2030، وتمثل تلك الرؤية نقلة نوعية على كافة الأصعدة لكي تضع مصر ضمن أفضل 30 دولة اقتصادية عالمية. وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية، تم العمل على خلق مناخ اقتصادي وعمراني متكامل، وذلك من خلال توفير شبكة طرق جبارة تخدم كافة نواحي الحياة وتساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة، وكذلك العمل على توفير وتنوع مصادر الطاقة وخلق مدن اقتصادية وتجارية مدعمة بظهير عمراني وسكني وخدمي متطور. ولتحقيق التنمية الاقتصادية الناجحة، نتطلع إلى تحقيق اقتصاد منضبط يتميز بالاستقرار والقدرة على تحقيق نمو مستدام، يتميز بالتنافسية والتنوع، ويعتمد على المعرفة والاندماج في الاقتصاد العالمي. لقد تم ذلك من خلال الشراكة الناجحة والفعالة وتوحيد الرؤية بين المطور الصناعي والهيئات الحكومية المتخصصة من وزارة الصناعة والهيئات الحكومية ومساهمة ومشاركة القطاع الخاص بوضع تشريعات وقوانين لتسهيل الإجراءات التي تساعد وتضمن النجاح للمستثمرين. وتجسيدا لهذه المشاركة الفعالة والناجحة، نقدم نموذج المطور الصناعي والتي قامت بتنمية وتطوير وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية وتجارية متكاملة للمستثمرين. وتقوم هذه المجتمعات الصناعية المتكاملة بدور محوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي والمساعدة على ضخ رؤوس أموال واستثمارات ضخمة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة. وتتميز المناطق الصناعية القائمة بتنوع الأنشطة الصناعية بداخلها من الصناعات الخفيفة إلى الثقيلة، وكذلك تشمل كافة أنواع الأنشطة التجارية واللوجستية، والتي تهدف كلها إلى توفير كافة الخدمات المطلوبة والمتمثلة في المنطقة الصناعية لتصبح مجتمعاً صناعياً متكاملاً يتوفر فيه كافة الخدمات المطلوبة، والذي يصبح بدوره عاملاً مشجعاً للاستثمار الصناعي وعامل جذب لرؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي المتكامل والخدمات والمرافق. وعلى الجانب التعليمي والمهني، قامت شركة المطور الصناعي تأسيس مركز فني تقني للتدريب والتعليم كجزء من الدعم الاستراتيجي للصناعة المصرية عن طريق توفير أيد عاملة جاهزة ومدربة وفق احتياجات السوق، والتي تعد من أهم عوامل مقومات ونجاح الصناعة، وذلك عن طريق توظيف عمالة مدربة وجاهزة. إن هذا النموذج الناجح والداعم للاقتصاد المصري قد نتج من الشراكة الناجحة والفعالة بين هيئات الدولة وقطاعاتها ومشاركة القطاع الخاص الذي بدوره يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي سوف تضع مصر ضمن أفضل 30 دولة اقتصادية عالمية. إن مصر قادمة بإذن الله. واستمراراً لمسيرة التعاون مع القطاع الخاص، فقد تم هذا الأسبوع تخصيص 8 مليون متر مربع لأربع شركات لتطويرها، وسيكون بكل منطقة الخدمات اللازمة لهذه المناطق الصناعية، منها معها التدريب صناعي بكل منطقة لتوفير العمالة الماهرة، محطة صرف صناعي، دار رعاية أطفال، عيادات طبية ومراكز إطفاء، وكل المستلزمات الخاصة بالحماية المدنية للمنطقة.
ولقضاء على عشوائيات الصناعة، فقد اتجهنا إلى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، فقد انتهت الوزارة من تنفيذ المراحل المستهدفة في كل من مجمع الصناعات البلاستيكية في مرغم، ومجمع روبيك للجلود ببدر، ومجمع الأثاث بدمياط، والمدينة النسجية بكفر الدوار، كما تم طرح مدينتي نسيج بمساحة 2 مليون متر بمدينة بدر. وأيضا دعمنا الصناعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة مصنع الجاهز بالترخيص، فقد تم بالفعل إنشاء 3 مجمعات بالسادات وبدر وبورسعيد لعدد 501 وحدة صناعية جاهزة بالكامل، بالإضافة إلى توفير الدعم المالي للمستثمرين من خلال توقيع 5 بروتوكولات للتعاون مع البنوك المصرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وجاري العمل على إنشاء 13 مجمع صناعي جديد في 12 محافظة لتوفير فرص عمل الشباب، بناء على توجيه سيادتكم بإجمالي 4436 مصنع بتكلفة إجمالية في حدود 5.4 مليار جنيه. كما تم إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي لأول مرة في مصر لتوفير كافة المعلومات اللازمة للمستثمرين الأجانب والمحليين عن فرص الاستثمارات المطلوبة، والتي بلغت 4136 فرصة محددة بنوع النشاط والمحافظة، ومبنية على معلومات حقيقية وحديثة عن احتياجات السوق المحلي تأخذ في اعتبارها وفرة الموارد الطبيعية اللازمة للصناعة بكل محافظة، ويتم تحديثها بشكل مستمر بما يخدم ترشيد الواردات وتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة. ولا يمكننا أن نغفل الطفرة التي أحدثها قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، والذي يعمل على تيسير إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص الصناعية ورخص التشغيل والتغلب على البيروقراطية، حيث نجحنا في تخفيض مدة التراخيص من 634 يوما إلى 7 أيام فقط للصناعات قليلة المخاطر، ولـ 30 يوما لصناعات عالية المخاطر. وقد تم إصدار نحو 3000 تصريح ورخص تشغيل لمصانع، بالإضافة لإصدار رخص بناء لأول مرة بعد إصدار القانون. ونجم عن هذه الجهود خلال العامين 2016-2017 افتتاح 2374 مصنع جديد على مستوى الجمهورية بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالي 62.4 مليار جنيه مصري، وعمالة مباشرة 80,000 عامل وحوالي 350,000 فرصة عمل غير مباشرة. وإذا أخذنا في الاعتبار الاستثمارات الجديدة في الأراضي الصناعية التي تم طرحها، فتصل العمالة إلى 250,000 فرصة عمل مباشرة وحوالي 1,000,000 فرصة عمل غير مباشرة. وقد تم تحقيق رقم قياسي غير مسبوق للإنتاج الصناعي في 2017، وهو ما لم يتحقق منذ عام 2005. تأتي هذه الجهود متوافقة مع حزمة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي قامت بها الدولة لتشجيع الصناعة، حيث أنها العمود الفقري للتنمية المستدامة، والتي نعمل على تنفيذ كافة مستهدفاتها. وانتهز هذه الفرصة للتقدم بالشكر لسيادتك على الدعم الذي تقدمه للقطاع الخاص بوجه عام والصناعة بوجه خاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشكرك، بس يمكن عايز اتكلم في الموضوع، النقطة اللي انت ذكرتها بان انتم هتخلصوا 4000 مصنع خلال يعني للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مش كده؟ مظبوط. ودي اللي هتعمله وزارة الإسكان ولا ايه؟ احنا بنشتغل فيهم مع وزارة الإسكان ومن بعض المحافظات ومع الهيئة الهندسية. يعني احنا لما اتكلمنا في الموضوع ده انتم قلتم، قلت لكم تدون انا اعمل لكم ال 4000 مصنع يا تعملوه انتم. انا مستعد اعملهم. اعملهم ليه؟ عشان اللي احنا بنقوله دلوقتي واحنا بنتكلم كده خلال 6 شهور سنة بكتير تكون الحاجات دي متاحة لك ومتاحة للشباب اللي احنا عايزين نخليهم، لان احنا قلنا ان 4000 دول هيشغلوا 40,000 واكتر. اكتر، مش كده؟ صح. طيب لو النهاردة يعني انا بحب يعني معلش خلونا ان احنا نتكلم ان العمل المركزي في المرحلة ديت، يعني مش عايز اقول ايه انا هتيح الارض للسادة المحافظين،
وهم يعملوا مثلا، او اتيح الارض وحد تاني يعمل، يتعمل هيئة المجتمعات العمرانية الاربعة تلاف مصنع، هو حد يزعل، هو انتم نعملهم احنا، اختاروا. بس احنا بنقول يعني انا كلمت معاك الكلام ده من شهر، صح مش كده؟ صح. لو كنت ساعتها حددت لي الارض كان زمان منطلقين دلوقتي شغالين فيه. احنا شغالين يا فندم، احنا حددنا خلاص الارض. أيوة. على كل المحافظات، في بس حاجه صغيره في اسكندريه بنخلصها، شغالين مع سياده اللي هو كامل وزير، والهيئه الهندسيه هتقوم بالانشاء تماما على التصميمات اللي احنا وضعناها. ايوه. بالصناعات اللي احنا حددناها، لان في ثلاث مجمعات متخصصه للغزل والنسيج، في مجمعات عامه تبقى للي انت حددتوه. صح. ك يعني صناعات انتوا شايفين ان هي ليها فرصه. مظبوط. هنعمل مش كده؟ مظبوط. التجمعات دي والتصميمات دي عندك. مظبوط يا فندم. خلاص. التكلفة انتوا اللي هتعملوها ولا مين؟ بالمشاركة. احنا عايزين في ثلاثة بدأناهم في العاشر، خدنا رسوماتهم لا دول من الهيئة التنمية الصناعية وبدأنا فيهم بالفعل. طيب اعرضوا عليا الاربعة تلاف دول هتعملوهم فين؟ هم حاضر واشوفهم بكامل اماكنهم والمخطط الزمني بتاعها. 12 محافظة. طب انا عايز اشوفهم، ما اجراش حاجة، انا عايز اشوف. النقطة التانية قبل ما حضرتك تسيبنا برضو، احنا كنا كلمنا في المصانع المتعثرة. مظبوط. وانا عايز اطمن المصريين والناس ان احنا منتبهين للنقطة دي قوي، وعملية ان احنا ما بقاش في مصنع متعثر نقدر نساعده عشان يتحرك ويشتغل، والعمالة اللي موجودة فيه ترجع تاني وانتاجه يرجع تاني وننطلق، ده امر في منتهى الاهمية. انا بس بسجله، واذا كنتم محتاجين مننا مش عارف دعم بشكل او باخر، احنا اتكلمنا في النقطة دي وانتوا اتحركتوا من سنتين فيها وحليتوا مسألة بشكل او باخر مش كده، لكن احنا بنتكلم على الباقي بقى. والباقي بقى لو عايز تقول حاجة تفضل. شكرا. انا هقول حاجة فندم. طبعا موضوع المصانع المتاثرة موضوع معقد جدا، نتيجة ان في بعض المصانع احنا تم زيارة يمكن او تقديم طلبات في اكتر من 800 وشوية مصنع، في بعض المصانع مغلقة دول مش داخلين في 800، في بعض المصانع قابلة للتعويم، في بعض المصانع غير قابلة للتعويم، يعني حتى لو حطينا فلوس مش هتنفع تشتغل. في بعض الحاجات القضائية اللي موجودة، حددنا 135 مصنع، شغلنا بالفعل 66 مصنع، وانشأنا صندوق مخاطر من تحيا مصر ومن بنك الاستثمار على ما اعتقد ووزارة التجارة والصناعة، بنشتغل على المصانع الاخرى، والصندوق بدأ يشتغل فعلا. اللي احنا يمكن نحتاجه في وقت من الاوقات، الصندوق رأس ماله 150 مليون، لا اعتقد ان ده هيكون كافي للعدد المصانع اللي جاية، فاعتقد انه في وقت من الاوقات هنحتاج زيادة رأس مال هذا الصندوق، لان عائده كويس، وده الصندوق ممكن يكون مستمر على طول، يعني بعد ما نخلص هذه المصانع هيكون في غيرها، يعني بيركز على المصانع المتعثرة على المدى الطويل. فأعتقد ان ده هيكون هدف كويس جدا، التجربة اللي بنعملها هتثبت لنا انه ممكن نقدر نستمر فيه مع زيادة رأس المال. شكرا. تنمية وتطوير المدن الجديدة القائمة من خلال رفع المستوى الاجتماعي والبيئي وإنشاء جيل جديد من المدن الجديدة لزيادة الرقعة المعمورة، إضافة إلى توفير مياه الشرب للمواطنين بالصلاحية والمعدل العالمي، ورفع كفاءة وإعادة التأهيل للمحطات والشبكات وإنشاء محطات التحلية للمحافظات الساحلية، بالإضافة إلى إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي بنظام المعالجة الثلاثية حفاظا على صحة المواطنين. جميعها أهداف تعمل عليها بدأب وما زالت وزارة الإسكان والمرافق تحقيقا للعدالة الاجتماعية، وبتكثيف العمل أيضا في اتجاه القيمة لصالح المواطن، وإضافة إلى التنمية أيضا. كلمة السيد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور، كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة بدء عام 2018، وإن شاء الله يكون عام رخاء ونماء لمصر بإذن الله، ويحمل كل الخير لمصرنا الحبيبة. اسمح لي سيادة الرئيس، يمكن أنا هنتهز فرصة هذه الاحتفالية وهذا الحدث، إن أنا نقدم لحضراتكم بمناسبة إن إحنا بنبدأ عام جديد كشف حساب لما تم وما يتم تنفيذه النهاردة على أرض مصر في مشروعات الخاصة بوزارة الإسكان من مدن جديدة وإسكان ومرافق وتطوير عشوائيات. ويمكن هذه المشروعات اللي أنا هعرضها على حضراتكم النهاردة سيادة الرئيس حضرتك عارفها كلها بحكم متابعتك يعني الشبه اليومية لينا في هذه المشروعات، واللي لولا هذه المتابعة الحقيقة ما كناش هنتحرك بالسرعة اللي حضراتكم هتشوفوها النهاردة من واقع العرض. ودخول حضرتك معانا في كل التفاصيل وإزالة كل العقبات كان ليه دور الأكبر في إن احنا ندفع العمل في هذه المشروعات بصورة كبيرة جدا. أيضا يعني أنا أحب وجه الشكر يمكن معالي الوزير اللواء محمد عرفان من خلال اللجنة مع القوات المسلحة الكلية الفنية العسكرية الهيئة الهندسية اللي كانوا بيراجعوا معانا كل هذه المشروعات، ومش فقط كدور رقيب ولكن كدور مساعد أيضا، إن هو كان بيساعدنا في إزالة أي عقبات على الأرض على هذا الموضوع. وطبعا ما بيفوتنيش إن أنا أوجه شكر لزملائي في وزارة الإسكان على جهدهم الكبير اللي معانا في هذا الموضوع. أنا حابب أبدأ العرض يا فندم بسلايد بفكر بيه نفسنا، احنا عرضناه قبل كده ولكن انا عايز افكر بيه كلنا كمصريين، كان شكل مصر ايه في 2014. احنا كان عندنا بسبب الظروف اللي كانت مرة بيها مصر مشكلة اسكان كبيرة جدا، حجم فجوة اسكانية كبيرة، مشاكل المناطق الغير امنة، تفاقم مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي، شبكة طرق كانت متدهورة، كثافات سكانية كبيرة جدا جوه المدن القديمة. كل ده كان موجود يعني أول ما بدأنا في منتصف 2014 العمل بصورة كبيرة جدا. الكلام ده زي ما بقول لحضراتكم ترجم لمشروعات كبيرة جدا بدأت الدولة تنفذها. أنا حابب أقول لحضراتكم إن النهاردة بالورقة والقلم حجم هذه المشروعات كاستثمارات نفذت في كل القطاعات بلغت 400 مليار جنيه. هذه المشروعات هي مشروعات اتنفذت وخلصت او جاري تنفيذها، وبنتكلم على انهاء تنفيذها في خلال الفترات في خلال عام 2018 او على الاكثر الربع الاول من 2019. دي فقط المشروعات اللي حاليا بتتنفذ، ده بخلاف مشروعات اخرى النهاردة احنا بنجهزها للطرح وهتبدأ انها تنزل اعتبارا من هذا الشهر ايضا في عملية تنفيذ اخرى، فبالتالي هيبقى هذا الرقم يمكن لو هنيجي نعرض ان شاء الله على حضراتكم كمان شهر هيبقى الرقم ده اكبر من كده، عشان بس نحس كمصريين حجم العمل اللي النهارده بينزل او موجود على ارض مصر وبيتم في كل هذه المجالات المختلفه. حضراتكم لما نيجي نبص على هذه الاستثمارات وتوزيعها هنلاقي ان قطاع الاسكان كان ليه النصيب الاكبر في 171 مليار جنيه، يلي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ثم قطاع المدن الجديدة سواء القائمة أو الجيل الجديد، وأيضا الطرق والكباري اللي بتقوم عليها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. احنا أنهينا مشروعات قيمتها الاستثمارية في هذه الفترة 130 أو 129 مليار جنيه، موزعة زي ما حضركم شايفين في مجالات الإسكان الاجتماعي، مياه الشرب، صرف صحي، تنمية عمرانية، تطوير عشوائيات وطرق وكباري. لما نيجي نبص لهم على كأرقام السلايد اللي بعده، احنا بنتكلم على فعلا 245 ألف وحدة إسكان اجتماعي انتهوا بالكامل، 25 ألف وحدة إسكان مهدد للحياة، 25 مدينة جديدة نفذنا فيهم مشروعات مرافق وصيانة وتطوير، 326 مشروع مياه شرب وصرف صرف صحي، 498 قرية دخل فيهم مشروعات صرف صحي، وعندنا 1190 كيلو طرق وكباري قامت بتنفيذها وزارة الإسكان، ودول تكلفته. حاليا بننفذ زي ما قلت لحضراتكم أيضا مشروعات أخرى في نفس المجالات، ولكن بالإضافة إليهم بيجي بعد كده في السلايد اللي بعده ان احنا دخلنا في برامج زي دار مصر وسكن مصر وايضا المدن الجديده الجيل الجديد اللي اطلقه سياده الرئيس
في مشروعات العاصمة الإدارية وخلافه، الرقم بتاعها أيضا بيتعدى 260 مليار اللي هم إجماليهم مع بعض بنصل إلى حوالي 400 مليار اللي بننفذهم النهاردة. لو هنشوف الإسكان، إحنا عندنا فيما يخص هذا الموضوع أنا حابب أن أقول لحضراتكم رقم عشان كلنا نبقى عارفينه. إحنا كدولة في هذه المرحلة بالفعل في الثلاث سنين ونص وفي الفترة الجاية هنكون كوصلنا كدولة كحكومة إن إحنا بننفذ 1,000,000 وحدة إسكان بالفعل النهاردة، سواء خلصوا أو جاري تنفيذهم على الأرض. دول بالإضافة إلى وحدات أتحنا بيهم أراضي للمواطنين وصلوا إلى أكثر من 140 ألف قطعة أرض علشان المواطنين يبنوا لنفسهم. أنا هنا بتكلم على المواطن مش المستثمر، هيبنوا وحدات بتقترب من أو تصل إلى 858 ألف وحدة إسكان. يعني إحنا كدولة سواء إحنا بنبني أو أتحنا للقطاع الخاص، وأنا بتكلم هنا على القطاع الخاص القطاع الأهلي، يعني المواطن اللي بيبني شقة أو بيبني عمارة بنفسه، أتحنا ما يقرب من 2,000,000 وحدة إسكان بتتنفذ فعلا النهاردة على الأرض. وده كأرقام بواقع دقيق جدا بإحصائيات برقم معروف لكل هذه المشروعات اللي أنا حاططها قدام حضراتكم. لكن النقطة المهمة إن إحنا كدولة كان لازم نتدخل عشان نعالج الفجوة الكبيرة اللي كانت في الإسكان، بحيث إن إحنا بقينا النهاردة بنبني بالفعل 1,000,000 وحدة إسكان في كل المستويات اللي هنشوفهم النهاردة. بالنسبة للإسكان الاجتماعي، إحنا حضرتك النهاردة بننفذ 600,000 وحدة قيمتهم الاستثمارية 103 مليار جنيه. إحنا النهاردة هذا المشروع وفر فرص عمل فعلا مباشرة حوالي 2,000,000 فرصة. إحنا عندنا يمكن هنا موقع يعني صور فيديو بيوري في مدينة السادات يعني أحد هذه المشروعات، لكن فعلا أنهينا 245 ألف وحدة إسكان منهم ب 32 مليار، وحاليا بنخلص 355 ألف وحدة بحوالي 71 مليار جنيه. دول اللي فعلا بننفذهم النهاردة. وزي يمكن ما معالي وزير محمد عرفان قال، لما نيجي نقارن هذه المعدلات باللي كان بيحصل قبل كده، في أفضل حال للدولة المصرية احنا وصلنا كل متوسط 48 ألف وحدة إسكان في السنة. فعلا النهاردة باللي خلصناه اللي هم 245 احنا وصلنا لمعدل 81 ألف وحدة في السنة، ولكن لما حضيف عليهم بقية 600 ألف اللي هيخلصوا السنة دي إن شاء الله في 2018، هنكون الدولة المصرية وصلت لمعدل تنفيذ بيقترب من 150 ألف وحدة إسكان اجتماعي في السنة الواحدة. وده رقم غير مسبوق، ويمكن أنا حابب أقول إن هو على مستوى العالم كله وليس فقط على مستوى مصر، إن إحنا إذا كنا بنتكلم على هذا الحجم الكبير من الوحدات اللي بتتنفس. ودول توزيعتهم النهاردة على مستوى الجمهورية. هذا البرنامج بيتنفس على مستوى جمهورية مصر العربية سواء في المدن القائمة أو المدن الجديدة. يمكن المدن الجديدة هي اللي ليها النصيب الأكبر، وده أيضا ده جزء من خطة ورؤية الدولة للتوسع في المناطق الصحراوية الجديدة وزيادة رقعة المعمور المصري عشان نحقق أهداف رؤيتنا 2030 بمضاعفة المعمور المصري. احنا فندم القاهرة الكبرى والدلتا اللي احنا النهاردة عنوان الافتتاحات بتاعتنا لوحدها بننفذ فيهم 376 ألف وحدة إسكان اجتماعي. دي صور انا حابب ان انا اوريها مش فقط للإسكان، ولكن دي نقطة مهمة كان للخدمات، فانا بعرض المشروع من واقع الخدمات اللي كمان دي اتنفذت معاه. احنا عندنا في كل موقع للإسكان الاجتماعي كل الخدمات متاحة، مدارس، حضانات، جامع، كنيسة، ملاعب رياضية بقت موجودة، المناطق اللاندسكيب، ودي كلها نقلة نوعية بتختلف تماما عما كان يتم تنفيذه في السابق. هنا النادي الاجتماعي اللي بيخدم برضو مشروعات الإسكان الاجتماعي معمول على أحدث مستوى، حمام سباحة أولمبي، ملاعب على أحدث مستوى، صالة ألعاب مغطاة، قاعة دار مناسبات. ده بقى نموذج بنكرره النهارده في كل المدن الجديده في مناطق الاسكان الاجتماعي عشان تخدم اهالينا اللي ساكنين في الاسكان الاجتماعي. وزي ما حضراتكم شايفين الوحدات ملاصقه للنادي. كل ده النهارده في الخدمات، المدارس ابتدت تشتغل، الناس هنا في مدينه العاشر الحقيقه الحمد لله اعلى نسب اشغال لهذا المشروع في، وكل الوحدات النهارده مستخدمه. وانا حاطط صور كلها من المدن الجديده بتوري المستوى اللاندسكيب، ملاعب الاطفال اللي بتبقى ما بين الوحدات، الحضانه زي ما حضراتكم شايفين في كل مكان. الخدمات دي بقت موجوده النهارده علشان تخدم لاهالينا. هنا بنعرض لكل محافظه
النهاردة كل محافظة فيها مشروعات إيه، القاهرة وبعدين الجيزة الأليوبية، بقى في كل محافظة النهاردة هذا المشروع علامة مميزة الحمد لله بيخدم هذه المناطق، الدقهلية، الدمياط، كفر الشيخ والغربية، البحيرة. عندنا يمكن مشروع يا فندم دار مصر، ويمكن طبعا يعني هتبقى يعني انا بحب انوه ان ده بيتم بالتعاون مع الهيئة الهندسية اللي بتنفذ لنا هذا المشروع اللي بيعتبر ايضا نقلة نوعية. النهاردة احنا بننفذ مع يعني حركة المرحلة الاولى والتانية اكتر من 55,000 وحدة، وبالفعل احنا بدأنا مرحلة تالتة ايضا تحت التنفيذ النهاردة، بحيث ان احنا حنصل الى حوالي 96,000 وحدة من هذا المستوى من الاسكان اللي هو بنعتبره للطبقات المتوسطة والفوق متوسطة. ده زي ما حضراتكم شايفين صور المشروع في كل المدن اللي احنا بننفذها النهاردة، وده يمكن نقلة اخرى يعني كدولة النهاردة دخلنا عشان نلبي طلبات لفئات النهاردة ما كانتش قادرة انها تحصل على وحدة بمستوى جيد. دي المرحلة الثالثة يا فندم، دي بدأت من شهرين فقط يعني في المدن، ووصلنا لبعض العمارات ان احنا بننهي المباني الخرسانية، ده على مستوى كل المدن النهاردة بدين من اقل من شهرين، وان شاء الله دي بعد ما هنخلص هنبدأ نعلن عنها بإذن الله. نيجي لمنطقة مناطق الغير أمنة واللي حضرتك بتوليها اهتمام كبير جدا. احنا النهاردة فندم بالفعل فوق 110,000 وحدة سواء انتهينا او بنخلصهم، والباقي كله طرحناه بحيث ان شاء الله في 2018 يشهد انهاء هذه الوحدات. ويمكن الجزئية يعني المتبقية، الجزء المتبقي اللي احنا كنا بنطرحه وتأخرين في طرحه شوية، هي مشكلته ان الاراضي مملوكة للمواطنين نفسها مش مملوكة للدولة، فبيبقى ده محتاج تدخل خاص والتعامل من خلال المحافظات مع اصحاب الاراضي علشان نقدر ان احنا نسلك هذه الاراضي ونقدر ان احنا نبدأ ننفذ هذا الموضوع المهم. ده فندم اخر صورة من المشروع الاسمرات 3 اللي ان شاء الله مع نهاية هذا الشهر هنكون جاهزين باذن الله عليه. زي محرك يعني ده اللي كان التوجيه لحضرتك، 7440 وحدة، منطقة المحروسة 1 و2 ايضا بتنتهي في خلال هذا الشهر باذن الله بالتعاون مع محافظة القاهرة، وده صور المشروع. مشروع اللي هو في منطقة السلام في معن، ودول حضرتك احنا تدخلنا مع الجمعية وبنبني 4500 وحدة جديدة، ودول بدأوا برضو يا فندم من 3 شهور، وبرضو بننهي هذا المشروع مع الهيئة الهندسية بننفذ منطقة الشهبة والخيالة في القاهرة، منطقة تل العقارب، وابتدينا نشطب الوحدات، وفي خلال هذا الشهر ان شاء الله ايضا هنخلص اول مرحلة. بعد كده منطقة في مناطق في بورسعيد بننهي هذه القضية، المنطقة الرويسات في جنوب سيناء ايضا، كلها النهاردة مشروعات خلاص بتخلص، وبقى تغلبنا على الصعوبة اللي كانت في التاحة الاراضي، وبقى موضوع ان احنا بننهي عملية التنفيذ. فيما يخص مياه الشرب والصرف الصحي، احنا حضرتك وصلنا النهاردة الى نسبة التغطية بتاعتنا الى 97%، ودي طبقا للمعايير العالمية، دي من اعلى المعدلات على مستوى العالم، لان الجزء المتبقي هي المناطق اللي بنقول عليها الحدودية اللي بتبقى عايزة اليات معينة ان احنا نوصل لها المية بعيدا تماما عن العمران اللي بيبقى قائم، فبنبقى بنستعيد عن الشبكات بأسلوب تغطية اخر. لكن احنا وصلنا فعلا مع كمية المية المنتجة حاليا الى 25 مليون متر مكعب يوم، يعني حوالي 9 مليار متر مكعب في السنة كانتاج مياه النهاردة. عدد محطاتنا النهاردة تجاوز 2700 محطة النهاردة. يمكن حضرتك وده يمكن توجيه حضرتك ان احنا النهاردة مع الزيادة السكانية وثبات حصة مصر من مياه نهر النيل، ان التوجه بقوة الى موضوع تحلية المياه. وانا حابب هنا بس نحط مقارنة نشوف حجم التطور النوعي الكبير جدا اللي حصل في موضوع التحلية. احنا لغاية 2014 يا فندم كان حجم الانتاج اليومي 70,000، احنا السنة دي ب 2018 مع انهاء المشروعات بتاعتها هنتجاوز 500,000 متر مكعب في اليوم كانتاج من محطات التحلية اللي النهاردة هتخلص وبتخلص وداخل الخدمة. ده كمان غير ده يا فندم، احنا حاطين خطتنا في خلال ال4 سنوات الجاية ان احنا هنوصل الى 1.5 مليون متر مكعب يوم من طاقة
انتاجيه لمحطات التحليه علشان نقدر ان احنا كل المناطق الساحليه وكل التنميه الكبيره اللي بتحصل على سواحل مصر والمناطق الساحليه تبقى كلها الاعتماد الاساسي فيها على موضوع تحليه مياه البحر. بالنسبه للصرف الصحي احنا عندنا النهارده يا فندم الطاقه الفعليه وصلت الى 10.6 مليون متر مكعب يوم، يعني حوالي 4 مليار متر مكعب في السنه. النهارده يمكن كان كل المحطات اللي كانت بتشتغل قبل كده كانت بتشتغل بنظم المعالجة الثنائية، ولكن مع توجيهات حضرتك ابتدينا كله النهاردة بيتحول إلى ما نطلق عليه المعالجة الثلاثية والثنائية المطورة اللي هي أعلى مستوى من التقنيات في المعالجة عشان نستفيد من كل قطرة مياه معالجة في كل الأنشطة الأخرى. كل دول العالم النهاردة بتستخدم المياه المعالجة في أكثر من مرة، بعض الدول الجيران لينا بتستخدم نقطة المياه 7 مرات من انها تعالج ويعاد معالجتها مره اخرى، وده اللي احنا النهارده واصلين ليه ومتجهين اليه عشان نستفيد بكل قطره ميه النهارده بقت موجوده. ده بيورينا حضرتك ان النهارده عندنا كدوله بقى عندنا اكتر من 6000 موقع في صوره محطات او روافع، بالاضافه الى اكتر من 210 الف كيلو متر طولي شبكات بقت موجوده النهارده في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي. النهارده حضرتك ده يمكن نقطة مهمة جدا ان احنا بتوجيه حضرتك ان احنا ان شاء الله في خلال العامين او اقل من عامين ان شاء الله هنكون شغالين في حوالي 57 محطة، الاساس ان احنا كلهم بنحولهم الى معالجة ثلاثية او معالجة ثنائية مطورة عشان نستفيد من هذه المية اللي هتمكننا ان احنا ان شاء الله نضيف حوالي 9 مليون متر مكعب يوم معالجة، بحيث ان احنا نقدر كدولة نستفيد من هذه المية اخرى ويعاد استخدامها للاغراض المختلفة. وزي ما بقول لحضراتكم العالم كله بيتجه لهذا التصور ودول كتيرة يعني سبقت مصر فيه، والنهاردة احنا كدولة مركزين جدا بتوجيهات حضرتك علشان نقدر ان احنا نزود هذه الطاقات في خلال الفترة القادمة. مشكلتنا يا فندم ومشكلة حضرتك الشغل الشاغل موضوع توصيل الصرف الصحي للقرى، واحنا النهارده يمكن زي ما انا قلت في 2014 كان كل اللي اتعمل على مدار 25 ل 30 سنه سابقه كان 10% من عدد قرى مصر، احنا في الثلاث سنوات دول عملنا قدهم بالظبط، وان شاء الله مستهدفين مع نهايه هذا العام المالي هنكون وصلنا لتغطيه 22% من قرى مصر، ولكن كمان خطتنا لغايه 2020 هنكون بنقترب ان نصف قرى مصر ان شاء الله تكون مخدومه بخدمه الصرف الصحي. احنا زي ما يعني ما معالي وزير عرفان كان بيقول احنا وصلنا فعلا يا فندم خلصنا في هذه المرحله او هذه الفتره الثلاث سنوات ونصف دول 391 مشروع لمياه الشرب، منهم فعلا 236 مشروع خلصناهم وفي 155 باذن الله هيخلصوا في خلال هذا العام ان شاء الله. ايضا في الصرف الصحي عندنا 245 مشروع، انا بتكلم على مشروعات كبيره، ده منهم 90 خلصناهم بالفعل و498 قرية أيضا انتهوا، دول بتكلفة استثمارية 20 مليار جنيه، وبنعمل النهاردة بنخلص أيضا حوالي 150 مشروع آخرين بحوالي 26 مليار جنيه كدولة بننفذهم. فيما يخص القاهرة الكبرى والدلتا لما بنشوف قد إيه اللي خلصناه يا فندم 107 مشروع بإجمالي استثمارات 8.2 مليار، وكل واحد منهم سواء في مياه الشرب وفي الصرف الصحي القرى او في صرف صحي المدن خلصنا كل هذه المشروعات النهارده وبقت موجوده في الدوله. 234 مشروع في الصرف الصحي بحوالي 12.3 مليار جنيه ايضا خلصناهم في هذه المشروعات، وده يمكن نموذج لهذه المشروعات اللي خلصت بنشوفها مع بعض، مشروعات في محافظات مختلفه، منيه النصر، محافظات الدقهليه، ميت خميس، مياه قلين، بركة السبع، المحمودية. وانا عايز اقول لحضرتك يا فندم ويعني مواطنين يبقوا معانا، بعض هذه المشروعات كان متعسر وكانت يعني مشروعات بقالها 10 سنين وثمان سنين وما كانت فيها مشاكل كثيرة جدا، بتوجيهات سيادة الرئيس مع اللجنة المشتركة دخلنا خلصنا كل عقبات هذه المشروعات وخلصنا هذه المشروعات، والنهاردة اي مشروع جديد كانت هذه النوعية من المحطات لما نيجي ننفذها بتتكلم على 4 أو 5 سنوات، بقينا بنتكلم النهاردة على 18 شهر، يبقى حد أقصى لأي محطة إن إحنا نخلص هذه المشروعات النهاردة. ده نموذج أيضا لمشروعات
محطات الصرف الصحي اللي احنا بالفعل خلصناها النهاردة. حساسة حضرتك نعرض المشروعات اللي احنا يعني بصدد افتتاحها النهاردة. منطقة الإسكان العاشر من رمضان، ودول عندنا فيهم 92 عمارة، فيهم حوالي 1900 وحدة أو 1800 وحدة. الفيديو بيوري شكل هذه العمارات النهاردة اللي خلصوا فعلا، وزي ما معالي الوزير عرفان كان قال ان احنا بالفعل خصصنا 80% من هذه الوحدات، والناس ابتدت تسكن في هذه الوحدات بالفعل. انا عايز ادي بس رقم ليه دلالة مهمة جدا. مدينة العاشر من رمضان اللي حضراتكم موجودين فيها، عدد السكان يا فندم تضاعف في 3 سنوات ونص. يعني هذه المدينة كان عدد السكان فيها في حدود 400,000 قبل 2004 او في 2014، النهارده ابتدوا يقتربوا من المليون. انا بتكلم على ناس بقت ساكنه في هذه المدينه، وكل ده بسبب هذه المشروعات اللي كان ليها الفضل انها تساعد في تنميه هذه المشروعات، طبعا مع الصناعه ومع كل الخدمات اللي بقت موجوده النهارده في هذه المناطق. عندنا ايضا يا فندم محطه مياه القاهره الجديده، ويمكن أذكر كل أهالينا وكل مواطنين مصر كانت مشاكل القاهرة الجديدة من سنتين كانت عاملة إزاي، وحضرتك بنفسك كنت تدخلت معانا في هذا المشروع، ويمكن أيضا الرقابة الإدارية عشان هذا المشروع كان متنفذ، وكان هناك العديد من المشاكل الفنية والتحديات الفنية اللي كانت فيه اللي كانت بتعيق تشغيله ومش قادرين نشغله، ولكن الحمد لله مع التغلب على هذه المشاكل قدرنا ندخل هذا المشروع العملاق إلى الخدمة، والنهاردة بنتكلم على 500,000 متر مكعب يوم بقى بيخدموا القاهرة الجديدة، وأيضا هيبقى فيه خط منهم واصل للعاصمة الإدارية الجديدة. ده النهاردة المشروع بدءا من النيل حتى مدينة القاهرة الجديدة، بيمر بمجموعة من الروافع العملاقة، خط طوله يعني أكتر من 40 كيلو من المواسير المختلفة. ده نفذنا هذا المشروع العملاق، والحمد لله قدرنا ان احنا ندخله الخدمة بعد المشاكل اللي كانت موجودة فيه كدولة، وبقى النهاردة فعلا ما عندناش مشكلة في مدينة القاهرة الجديدة، وايضا زي ما قلت ان هو هيخدم ايضا على العاصمة. انا عايز اتوقف على هذه اللقطة، وده كان اهم جزء كان متبقي في المحطة، والحمد لله نجحنا ان احنا نعمله، ان هو منظومة التحكم يا فندم الالكتروني في الخط بالكامل والمحطات، بحيث لا قدر الله لو حصل اي تسرب في اي نقطة بيبقى المجموعة اللي قاعدة دي شايفة، ويقدر ان هو يدخل ويتحكم، ويقدر ان هو يعني يتحكم في اي مشاكل تحصل في هذا المشروع. وده اللي هو بقينا بننفذه لكل المحطات النهاردة، سواء محطات مية أو محطات صرف صحي، يبقى هذه المنظومة الإلكترونية تبقى موجودة عندنا. المشروع الأخير يا فندم هو مشروع محور كوبري الفنجري، ويمكن هذا المشروع هو مش فقط الكوبري، ويمكن برضو الفيديو هيعرض لنا هذا المشروع. هو هذا المحور أهميته أنه هيربط بدءا من العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة، مرورا بمحافظة القاهرة، لغاية لما بيربط مع محور رود الفرج اللي بتنفذه الهيئة الهندسية. وهذا المشروع الحقيقة معمول على مراحل بأسبقيات، ويمثل الكوبري ده الأسبقية الأولى من هذا المشروع، ويمكن الحمد لله أيضا اتنفذ في زمن قياسي وعلى أعلى مستوى من التنفيذ، ويمكن هو كوبري بطوله إجمالي طوله حوالي 1.5 كيلو بتكلفة تجاوزت 300 مليون جنيه، وده يمكن مع المطالع والمنازل بتاعته زي ما حضراتكم شايفين، يمكن بننفذه لأول مرة بهذه التقنية على أساس صعوبة المنطقة وكانت الضيق اللي فيها وحجم التكدس المروري اللي كان موجود فيها، عرض كل حارة كل اتجاه 3 حارات و3 حارات، وده يمكن اللقطات المختلفة اللي بتوري شكل المحور اللي موجود النهاردة. وأيضا يمكن بدأنا فيه حتى منظومة للإضاءة الليلية بقت مختلفة شوية عن بقية الكباري، علشان بالطاقة اللد الموفرة لهذا المشروع. وبستأذن حضرتك إن احنا نفتتح بالمشروعات. المشروع الأول منطقة الإسكان الاجتماعي 1240 وحدة بعدد 62 عمارة، المهندس محمد حسين عصر. أفندم مهندس محمد حسين عصر، مهندس بجهاز سمية مدينة العاشر من رمضان، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشرف على تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان. أستأذن في إزاحة الستار يا فندم. تفضل.
ايوه يا عمر يا فندم. ممكن اسالك سؤال يا محمد؟ اتفضل يا فندم. هل احنا المرافق كلها الكهرباء عداداتها موجوده والغاز وصل وعداداته موجوده ولا لسه؟ عدادات الكهرباء موجوده كلها يا فندم. الغاز؟ الغاز جاري تنفيذه. جاري تنفيذه يا فندم، في خلال 3 شهور باذن الله يكون خلصان. بس كمان انتوا خلصتوا يعني خلصتوا وعملتوا السفلته وخلصتوا يا محمد، كان مهم قوي ان احنا نخلص الغاز بالمره، حتى لو كان ان بالتنسيق مع شركات الغاز ان احنا نعمل ده ونساعدهم فيه، عشان لما نيجي نعمل يعني الانتهاء من الطرق ما نفتحش الطريق تاني. يعني بالمره بدل ما احنا خلصنا الميه والصرف الصحي والكهرباء، يبقى الغاز بالمره كمان، وكمان التليفونات، وكمان التليفونات. انا عارف ان ده مش موضوعك يا محمد، بس انا حبيت اسجله معاكم، لان احنا مش عايزين نخرج من المكان، ما حدش يخش بعدينا غير المواطن يستفيد يلاقي كل حاجته. شكرا جزيلا. تمام يا فندم. شكرا. العفو يا فندم. العفو. انا حابب يا فندم انا اقول لحضرتك بس هنا احنا ماشيين في الشوارع الرئيسيه ومعمول فقط حساب الوصله الفرعيه دي اللي لازم شركه الغاز هي اللي تنفذها، احنا مش احنا اللي بننفذها، ومعمول حسابها يا فندم هتبقى في الانترلوك اللي موجود في الرصيف، عشان لما يجوا يعملوا الوصله هيبقى مجرد بنفك الانترلوك وبيرجع تاني يتحط، وده مرتبط بخطه تنفيذ شركه الغاز نفسها، لكن احنا دخلنا على حسابنا ونفذنا الشبكات الرئيسيه عشان زي ما حضرتك بتقول ما نكسرش في اي حاجه تانيه تبقى موجوده. في بعض المواقع التانيه لشركه الغاز يعني غير المدينه العاشر يعني كانت شغاله معانا، احنا واصلين للصواعد بتاعه العمارات، وبقى فقط ان احنا بنركب العداد زي ما حضرتك بتوجه في هذا الموضوع. المشروع الاخر مشروع محطه تنقيه مياه الشرب بالقاهره الجديده، المهندس احمد القاضي. افندم المهندس احمد القاضي، الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وزاره الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه، المشرف على تنفيذ مشروعات مياه الشرب بمدينه القاهره الجديده. استاذن في اصاحه الاستاذ افندم. اتفضل يا فندم. أي أمر فندم. شكرا جزيلا. المشروع الثالث كوبري الفنجري، المهندس أيمن عادل. فندم مهندس أيمن عادل المائي، مدير عام التنفيذ الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، الجهاز المركزي للتعمير، المشرف على تنفيذ مشروع كوبري الفنجري الجنوبي. يا فندم استاذن في ازاحه الستار. اتفضل يا أي أوامر يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. أنا بس اسمح لي حضرتك إن أنا من خلال العرض اللي موجود دوت أتكلم وأقول أو أشاور على نقطتين مهمين أوي أوي. إحنا من 4 سنين كنا كلمنا على مشروع لبناء 1,000,000 وحدة سكنية في مصر. وكان ساعتها التحدي ده أو الرقم ده كان رقم كبير أوي بالنسبة ل وناس كتير قالت مش ممكن ابدا هنقدر نعمل الرقم ده في المده
الاربع سنين. دي اول نقطة. وانا عايز اقول لكم ان يمكن في ارقام اتقالت هنا وفي ارقام مش موجودة هنا، يعني في المدن الجديدة بالكامل مش محسوب الاسكان اللي معمول فيها واللي شغال بالفعل. يعني ممكن يعني بمنتهى التواضع حط 200,000 او 250,000 وحدة سكنية اخرين موجودين، يعني ما تحطش هنا ال 52,000 وحدة بتوع الاسماعيلية الجديدة على سبيل المثال، ما تحطش اللي في شرق شرق بورسعيد. انا بقول النقطة دي ليه؟ لان احنا لما يعني جرينا الجارية ديت في الوقت دوت، عايز اقول لكم حتى في مشاريع الكباري والانفاق والمحطات والكلام ده، احنا كنا حريصين ان احنا نعمل في باقصى معدل ممكن، واي رقم من الارقام اللي ذكرت كتكلفة مالية انا بقول لكم لو عايزين نعمل ده دلوقتي ممكن. يعني الكوبري الاخير 306 مش كده؟ أيوة. ولا 360؟ 306 306. الرقم ده لو انا عايز اعمل الكوبري ده النهاردة انا متصور انه ممكن يكون قد الرقم ده مرة كمان. ده كان الهدف من ان احنا نعمل ونعمل بسرعة، ان احنا نلحق ان احنا نعمل من غير ما الاعباء والمعدلات تزيد علينا والتكلفة تزيد علينا مع مرور الوقت، وده تحقق بنسبة كبيرة. النقطة التانية اللي هنا يهمني ان اقولها واسمعها لكل المصريين، احنا واحنا بنتكلم على محطات معالجة ومحطات تحلية يمكن المواطن يقول انا يعني ايه الامر المباشر اللي انا استفدته؟ يعني انا خدت ايه؟ اوعى تتصور ان اللي بيتعمل ده انت مالكش فيه مصلحة مباشرة كمواطن. ليه؟ لو النهاردة المية وانا مش عايز اتكلم بشكل اكبر من كده، لكن انا بقول لكم وبسجل معاكم يا مصريين ان بيتعمل دلوقتي اكبر مشروع في تاريخ مصر لمعالجة مية الصرف والتحلية. احنا بنتكلم في ارقام كبيرة جدا، بس هي مش معمولة طرف ولا معمولة عشان احنا نقول احنا قاعدين دلوقتي احنا بنعملها عشان بنعمل اكبر مشروع. لا، احنا بنعمله عشان نحل بيه مسألة محتملة، وانا مش عايز اتكلم اكتر من كده. بحل بيه مسألة محتملة، مش ممكن هنسمح ابدا ان يبقى فيه مشكلة مية في مصر. فارجو ان انتوا تفهموا النقطة دي كويس. يعني احنا بنعمل اللي علينا كمصريين وكدولة وكحكومة وكقيادة، مش بس ان احنا بنتكلم على الحفاظ على الحصة، لا، احنا بنعظم ما يمكن الاستفادة من الحصة. لو النهاردة بنتكلم على يعني حجم مية ما كناش بنستفيد منه الاستفادة القصوى، اللي هو زي ما الدكتور مصطفى بيقول كده ان احنا نعيد معالجة المية مرة واثنين وثلاثة ومعالجة ثلاثية. كان من كام يوم كده كان بيفتتح كيمة واحد واثنين وثلاثة في أسوان، واحنا كنا قلنا الكلمة دي لما كنا في أسوان وقالوا المية اللي بتترمي في النيل مية مش كويسة، وقلنا لهم لا احنا شغالين في الموضوع ده والمية اللي هتنزل هتتعالج معالجة ثلاثية تخلي المية اللي نازلة دي مفيش فيها اي مشكلة على صحة المواطن المصري، والحمد لله ده تحقق. لكن احنا شغالين دلوقتي في برنامج انا اعتبره هو الاضخم والاكثر تكلفة في تاريخنا لمعالجة المية في مصر. انا بقول للمواطن بيقول انا ما اخدتش حاجة، يعني انا مالي بالموضوع ده؟ لا، دي بلدنا وكل واحد فيها من الصعيد هناك في اسوان لغاية اسكندرية لازم يبقى متأمن سواء كان زراعة او مياه شرب. وبالتالي يمكن الدكتور مصطفى ما اتكلمش بالتفصيل قوي في المحطات ديت، لكن احنا بدأنا الموضوع ده من حوالي 3 شهور. ايوه 3 شهور. أيوة. كبرنامج حريصين فيه على ان احنا نعظم الاستفادة، ما يبقاش عندنا محطة معالجة ثنائية فقط، لا، ثنائية متطورة او ثلاثية متطورة عشان نستفيد من المية بشكل كبير. انا بذكرها لكم لان ده البرنامج ده ضخم، تكلفته تتعدى
تتعدى 50 60 70، ولا انا مش واخد بالي؟ ايوه ولا انا مش واخد بالي؟ طب ليه احط اجهز الميه ديت، ولا خليكوا تقابلوا المشكله في يوم من الايام وتقولوا سابونا وما خدوش بالهم وما كانوش جاهزين؟ لا، احنا واخدين بالنا وجاهزين، وجاهزين بفضل الله كويس قوي. شكرا. شكرا. الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، رائدة مشروعات التنمية في مصر، وإدارة المشروعات الكبرى إحدى الإدارات التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تتولى إنشاء مدن ومشاريع إسكان للقوات المسلحة والقطاع المدني، وسط مجموعة من المشاريع الكبرى التي تشرف عليها الإدارة. كلمة السيد اللواء أركان حرب عصام الخولي، مدير إدارة المشروعات الكبرى. بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار جهود الدولة لدعم مقومات التنمية الشاملة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، اهتمت الدولة بتوفير المسكن اللائق بالمواطن المصري، خاصة محدود الدخل والطبقة المتوسطة. وفي هذا الإطار تم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ عدد 124 مشروع بإجمالي 424,180 وحدة إسكان اجتماعي متوسط بيوت ريفية وبدوية. تم يا فندم الانتهاء من تنفيذ 54 مشروع بإجمالي 93,112 وحدة سكنية اجتماعي متوسط بيوت ريفية وبدوية. جاري تنفيذ 70 مشروع بإجمالي 331,068 وحدة سكنية متنوعة. واليوم سيتم افتتاح 9 مشروع في 7 محافظات: إسكان الاجتماعي بمدينة بدر، الإسكان المتوسط دار مصر، التجمع السكني المتكامل لأهالي مدينة الضبعة بإجمالي 12,780 وحدة سكنية. مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر عدد 42 عمارة بإجمالي 1008 وحدة سكنية. تتكون العمارة السكنية من أرضي وخمسة دور متكرر، 4 وحدة سكنية بالدور، مساحة الوحدة 90 متر مربع، نموذج 3 غرفة وصالة وحمام ومطبخ. مشروعات الإسكان المتوسط دار مصر عدد 428 عمارة بإجمالي 10,272 وحدة سكنية بمدن 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، بدر، العاشر من رمضان، العبور، السادات، دمياط الجديدة. رعي في تصميم مشروع الإسكان المتوسط دار مصر أن يكون تجمع سكني محاط بأسوار وبوابات ومزود بالخدمات اللازمة. تتكون العمارات السكنية من أرضي وخمسة دور متكرر، 4 وحدة سكنية بالدور، بمساحات تتراوح بين 100 و150 متر مربع. بتشمل العمارة السكنية على مدخل فاخر وانتركام مصعد دش مركزي. استخدم في تشطيب الوحدات السكنية أجود أنواع التشطيبات الخارجية والداخلية كقطاعات الألمونيوم والسيراميك والأجهزة الصحية. ولأول مرة يا فندم تم إشراك المواطنين الحاجزين للوحدات السكنية بمشروع دار مصر في اختيار نماذج التشطيبات. إسكان دار مصر مدينة 6 أكتوبر عدد 90 عمارة بإجمالي 2160 وحدة سكنية. القاهرة الجديدة فندم 61 عمارة بإجمالي 1464 وحدة سكنية. مدينة بدر 22 عمارة 528 وحدة سكنية. مدينة العاشر من رمضان 42 عمارة 1008 وحدة سكنية.
مدينة العبور 89 عمارة 2136 وحدة سكنية. مدينة السادات 15 عمارة 360 وحدة سكنية. مدينة دمياط الجديدة 109 عمارة 2616 وحدة سكنية. مشروع التالت فندم، مشروع تجمع السكن المتكامل لأهالي مدينة الضبعة، ده بيقع على مساحة 275 فدان تشتمل على 1500 بيت بدوي والخدمات اللازمة لصالح سكان المنطقة. بمساحة البيت الواحد بمساحة 300 متر مربع، عبارة عن حوش سماوي 160 متر ومساحة مغطاة 140 متر مربع. بيتكون البيت البدوي من غرفة معيشة، 3 غرفة نوم، مطبخ، حمام، غرفة ضيوف بحمام خاص. بيشمل التجمع السكني على الخدمات مسجد 400 مصلي بمساحة 450 متر مربع، وحدة صحية دور أرضي وأول بمساحة 540 متر مربع، 2 مبنى محلات تجارية، المبنى مكون من دور أرضي وأول بمساحة 450 متر، المبنى الأول 7 محل ومخبز، المبنى الثاني 13 محل. هنشاهد مع سيادتك آراء بعض المواطنين من ملاك الوحدات السكنية في مجال الإسكان. والله احنا طبعا كلنا فخورين اللي احنا بنشتغل في المشروع القومي للاسكان دار مصر 6 اكتوبر، بفضل الله شغالين 24 ساعه في المشروع. احب اقول ان المشروع فتح باب خير لموردين كتير ومقاولين بجميع الفئات، وفخورون جدا وبنتباهى بيه قدام اولادنا وقدام اخواتنا وقدام اصحابنا. فخور ان انا بشارك في المستقبل ده، حاجه نتشرف بيها ان احنا شاركنا ان احنا نعملها. الحمد لله ان واحد كم مشروع من بدايته لاخره شافوا الصوره دي، شاف سعادة الناس وهي بتستلم الشقق. المكان هنا مختلف مقارنة بالمنطقة كلها والأماكن اللي حواليه، هنا ليه نظام مختلف والأسعار فرق كبير جدا. مفيش حاجة ناقصة فيه، مساحات زي ما هو نازل في كراسة الشروط. ما شاء الله المشروع هايل جدا وحاجة جميلة ومحترمة جدا. حلم احنا كنا مستنيينه بصراحة، الحكومة بصت للشريحة دي بشكل كويس جدا. المشروع ده يحل حاجات كتير جدا 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 للناس، من سكن لمنطقة هدوء. الشهر 24 ساعة على راحة الناس، ان كل واحد يستلم في ميعاده. ده هيفيد احفادي واحفاد احفادي. الاماكن هنا جو تاني خالص وشعور تاني خالص، انا حاسس ان انا في بلد غير البلد. والله ما شاء الله المشروع كويس جدا جدا، طفرة في مجال الاسكان في مصر. المشروع طبعا بيحل أزمة سكانية طبعا اللي هو سكان المناطق المضغوطة، تجمع طبعا من المناطق الجميلة الهادية. مشروع دار مصر بالنسبة لي كومباوند متكامل، فيه كل الخدمات، فيه أمن، فيه أمان، فده شيء خلينا اطمن على أسرتي وعلى بيتي وعلى أولادي. طبعا طفرة ان هو ينجز في الوقت القليل دوك بالتشطيبات ديك والإنجاز ده كله بالمرافق بتاعته كاملة، يعتبر حاجة هائلة يعني. أنا مبسوط جدا، مكان وفر لنا فرصة عمل لنا كمهندسين وكمشرفين وكفاءة عمال، أتاح لنا أن احنا نقدم خدمة للمجتمع ونوفر الخدمة دي للشباب اللي عايز يحجز وحدات سكنية. مستوى المشروع من أفضل المشاريع الفنية الموجودة حاليا في مصر. طفرة في الإسكان بصراحة حاجة يعني الحمد لله. بلعب بالعجلة وبلعب كورة، المكان يعني في الراحة. مشروع جميل جدا بصراحة والأسعار مناسبة جدا. أنا مبسوطة عشان بلعب هنا بالعجلة، زمان هناك في الشقة القديمة ما كانش في مكان ألعب بيه بالعجلة. تحية مصر. أستاذ سيادتك فندم، أفتح 9 مشروع الإسكان من موقع إسكان دار مصر بمدينة 6 أكتوبر. رائد مقاتل أحمد عبد المجيد داغر. فندم تمام يا فندم، رائد مقاتل أحمد عبد المجيد داغر، إدارة المشروعات الكبرى، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمشرف على تنفيذ مشروع
انشاء اسكندر مصر بالساس من اكتوبر. استاذن في ازاحه ستار يا فندم. اتفضل يا فندم. شكرا يا احمد. انتوا سايبين النور والع ليه؟ السكر يا فندم. طيب ماشي بالنهار. شكرا يا احمد. شكرا. ايوه يا فندم. شكرا. السيد الرئيس، السادة الحضور، نستأذن حضراتكم في استراحة قصيرة، بعدها نعود لمتابعة افتتاحات لباقي ما أنجز على أرض الواقع من مشروعات. كثير من الإنجازات والمشروعات الصناعية والخاصة أيضا بالطرق والخاصة بالمصانع. على هامش هذه الجولة التفقدية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعدنا أن نلتقي معالي الأستاذ الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات. معالي الوزير، أهلا بسعادتك معنا. أهلا وسهلا فندم. أهلا وسهلا معالي الوزير. يعني من سعادتك معتليت سدة الوزارة وحدثت هناك طفرات نوعية كثيرة، أود أن تحدثنا عن الإنجازات التي تمت في عام 2017 والمستهدف في عام 2018. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول حضرتك كل سنة وحضرتك طيب بمناسبة سنة جديدة ومصر كلها بخير بمناسبة عيد 7 يناير، عيد المصريين كلهم. احنا يعني أحب بس أنا أشير حقيقة، هي مش طفرة ولا حاجة، احنا ماشيين على خطى الحقيقة البرنامج الانتخابي الجميل اللي اتحط في 2014، اللي هو أنشأ حاجة خطة مهمة جدا اسمها خطة تحديث الدولة. خطة تحديث الدولة كانت نصيب النقل فيها نصيب مهم جدا، اللي هو واللي خرج منها من عباءة هذا البرنامج المشروع القومي للطرق. المشروع القومي للطرق حقيقة يعني من المشاريع اللي فعلا التاريخ هيتكلم عنها، انا بتكلم بأمانة يعني. واحب انا اشير هنا مثلا الى مشروع اللي حطه اسمه ياس مارشال، هو كان سنة 50 اتحطت بواسطة الرئيس ايزنهاور سنة 50، اللي هو ربط فيها الولايات الامريكية الشرقية بالولايات الامريكية الغربية. مشروع مارشال. مارشال ده قعدوا فيه 20 سنة، اللي هو مشروع الاكسبريس ويز. وكان الطريف ان هذا المشروع ابتدى يعني بعد ما تولى ايزنهاور الخطة بتاعت الرئاسة بتاعته، وكان نتج عنه بقول لحضرتك ربط كامل ما بين الشرق والغرب، وده اللي ساعد امريكا للبوستنج اللي او البوست اللي حصل للاقتصاد الامريكي في الفتره دي. احنا جينا عملنا نفس الخطه، الاهم منها حضرتك ان احنا لازم ننسى ما ننساش ولازم نتذكر حال شبكات الطرق عندنا من 3-4 سنين كانت شكلها عامل ايه.
يعني صحيح يعني دايما بقول ما سمي انسان انسانا الا من كثره النسيان، فاحنا مش عايزين ننسى حقيقه، لان النهارده لو بصيت على الطريق القاهره اسكندريه الزراعي وقارنه من 3 4 سنين، بص على الطريق القاهره اسكندريه الصحراوي وقارنه من 3 4 سنين، بص على القاهره الاسماعيليه، بص على الاسماعيليه بورسعيد، الحمد لله احنا ده اللي احنا بنقوله. طب ايه الجين، ايه المكسب اللي قاله رجل الشارع؟ طبعا في سهوله الحركه، الموبيليتي، حتى الاسم الكلمه دهيت هنسمعها الفتره اللي جايه دي كتير قوي، لان النقل في ذاته مش هدف، النقل في ذاته مش هو الهدف، الهدف الاساسي هو الحركه، اللي انت توجد اليه الحركه وسهوله التنقل من نقطه الى اخرى. فاذا كنا بنتكلم دايما ان الطرق هي اللي فعلا بتفتح افاق التنميه، فلا ننسى دور السكة الحديد ان احنا النهارده هنتكلم عليه، اللي هو بيحافظ على استدامة هذه التنمية. اذا كانت الطرق هي اللي بتفتح الافاق التنمية، فايه السكة الحديد هي اللي بتحافظ على استدامة هذه التنمية. فالنهارده ان شاء الله احنا نامل من الله سبحانه وتعالى ان يكون الافتتاحات النهارده اللي هيفتتحها سياده الرئيس تسهم فعلا مساهمه ايجابيه في ضخ يعني الشرايين الاقتصاد المصري، وتسهم فعليا في خدمه الناس ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى لكم مزيد من التالق والنجاح معالي الوزير. شكرا لك. لابني وابنك وعجبني انك مشاركني بتبني معاك واللي مكسور.